الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل أحسن الله إليك، ما صفة الإفراد والقران في الحج؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد، الجواب: نسك القران والإفراد يتفقان في كل شيء من أفعال الحج، ولكنهما يختلفان في بعض الأمور فقط. الأمر الأول أن من أراد أن يحج قارنا فإنه يقول حال الإحرام: لبيك عمرة وحجا، فيقرن بين الحج والعمرة في التلفظ في الإهلال، فيقول لبيك حجا وعمرة أو عمرة وحجا، كلها بمعنى واحد. وأما من أراد إفرادا فإنه يفرد الإهلال بالحج فيقول لبيك حجا. هذا هو أول أمر يختلف فيه نسك القران مع الإفراد. وأما الأمر الثاني فهو في الهدي، فإن الهدي واجب بالنسبة للقارن، ولكنه ليس بواجب بالنسبة لمن حج مفردا، ويتبين لنا بذلك أن ما يفعله المفرد في حجه هو بعينه ما يفعله القارن تماما، إلا في هذين الأمرين: في الإهلال وفي الهدي. فأما في الإهلال فالقارن يقول لبيك عمرة وحجا، وأما المفرد فيقول لبيك حجا، وكذلك في الهدي فهو واجب على القارن وليس بواجب في حق المفرد. وما عدا ذلك فإنهما متفقان، فطوافهما طواف واحد، وسعيهما سعي واحد، ووقوفهما بعرفة، ومبيتهما بمزدلفة، وبمنى، ورمي الجمرة يوم العيد وفي أيام التشريق، كل ذلك متفق لا يختلف بين قارن ومفرد، والله أعلم.